السلام عليكم عائلة المحققين، لاباس عليكم بخير. كنتمنى تكونوا مزيانين كيف وعدتكم. الجزء الثاني من قضية دينيس وآرون، سمحوا لي خليتكم دايخين في الجزء الأول، ما بقيتوش عارفين شكون المجرم وشكون الضحية، كل شيء ترون وكان خاصنا نخليكم تستوعبوا بعد الأحداث الأولين عاد تزيدكم هاد البركة اللي باقة. المهم بغيت شوية من التركيز ديالكم في هاد الفيديو، لايك قبل ما نبداو، التشجيع والاشتراك إلا بغيتوا الفيديوهات الجديدة تبقى توصلكم. مشينا في الجزء الاول، خليناها فاش دينيس وصلت لمرحله ولات كتواجه تهم التلاعب والكذب على ضابط فيدرالي للحكم ديالها كيكون ما بين عام وعام ونص ديال الحبس. المشكله الكبيره انه حتى شي واحد بغى يبقى يثيق فيها مازال، وغتولي منبوذه وسط المجتمع، يعني حياتك كلها غادي تدمر. المهم البوليس غيخليوها ترجع للدار بما لقاو عليها ادله كافيه، وكانت هذه هي الوقيته اللي اخيرا غادي تتلاقى بارون. واللقاء طبعا غيكون كله دراما، هذاك الشيء ديال الافلام، هي بدات كتبكي، هو قال لها حاولي تنساي، المهم فيلم وصافي. اللي بان لي انا شخصيا ان هاد المشاكل لحد الساعه قوات علاقتهم وخلاتهم يتوحدوا باش يخرجوا من هاد الروينه، ولكن ارون كان باقي خايف حيت دوك الخاطفين مازال مطلوقين، والمشكله ان البوليس ما كيقلبوش عليهم اصلا. فهاد المرحله وسائل الاعلام داروا في بالهم باللي القضيه صافي تسدات، وبقات غير المحاكمة ديال آرون ودينيس. ولكن الصحفي هنري اللي وصل الأوديو ديال دينيس في الأول، عقلتوا عليه، غيعاود يوصلوا واحد الإيميل آخر من شخص مجهول. منين فتحوا لقاهم كاتبين لي اختطفنا دينيس هوسكينز واحتجزناها على قبل الفدية، وديجا اقتحمنا بزاف ديال الديور في جزيرة مار، والاختطاف راه ما كانش خدعة، ودينيس خطفناها في طوموبيل بيضاء من نوع ماستنج. وصيفطوا لي بزاف ديال التصاور، تصويره ديال واحد الفردي وتصاور اخرين ديال الدار فين كانوا حابسين دينيس. طريقة باش تكتب الايميل كيبان باللي اختطفوا دينيس معصبين، حيت البوليس نعتوها بالكذابة وما تاقوش فدرتها. هي هذيك الصحفي هنري غيصيفط هادشي للبوليس ديال فاليهو، وقال لهم شنو ندير، وكيتفاجئ باللي كاع ما تسوقوا لي لا هو لا دوك الميساجات وما جاوبوش كاع. هنا المحامي ديال ارون ساقت الخبر لهذا الشيء، ودغيا اتصلت بالمحامي ديال دينيس علماتو وصيفطت لي ديك الرساله وتصاور. المحامي ديال دينيس غيلاحظ باللي الرساله مذكوره فيها طوموبيل من نوع ماستنج، وحتى دينيس كان ديجا قالت لهم باللي شاك ان الطوموبيل غتكون من نوع ماستنج. حاجه اخرى، حتى التصاور اللي صيفطوا ديال الدار والفراش كانوا مطابقين للوصف ديال دينيس، يعني دابا كلشي باين واضح، واللي صيفط هاد الرسائل هو النيت الاختطفاء. المحامي غيعاود يمشي عند البوليس وراهم هادشي كامل، ولكن والو ما بغاوش يتيقوه، حيت كيفاش هذا اللي غيدير جريمه اختطاف غيصيفط حجه على اشنو دار؟ هادشي صراحه ما كانش منطقي. البوليس كانت حاجه وحده اللي في بالهم ومركزين عليها هي دينيس وارون خصهم يدخلوا الحبس. طبعاً الحال مورا هادشي غيكون عند الخاطفين رده فعل. منين عرفوا باللي البوليس ما داروا حتى حركه وباقين متهمين دينيس، دو كيصيفطوا رسائل كتر لهداك الصحافي فين كيعطيو دلائل كتر باللي هما اللي اختطفوها. اخر ميساج كانوا صيفطوا كتبوا لي حنا ثلاثه ديال الاشخاص، جوج منا خريجين جامعيين، الا ما اعتذروش البوليس من ارون دينيس فراه غادي نعاودوا نفس الفعله، غادي نديروا حوايج خايبين ما فيهم ما يتشاف وما فيهم ما يتقال على قبل غايات نبيله. هادشي بان لكم مرون ياك؟ مختطفين ضريفين بقات فيهم دينيس وارون، ولاو دابا باغيين ينتقموا ليهم عن طريق يديروا جرائم اخرين وفهموا التصطاف. دابا غادي يمشيو لتاريخ 5 يونيو عام 2015، يعني 10 ديال السيمانات من بعد اطلاق السراح ديال دينيس من دوك المختطفين. غادي يمشيو بالضبط لدوبلن كاليفورنيا اللي كتبعد 64 كيلومتر على فاليهو. واحد السيده غادي تتصل بال911 وقالت لهم راه شي واحد دخل علينا للدار ديالنا، انا مخبيه في الحمام وراجلي راه دابا مشابك معاهم، وقالت باللي خداو ليها بنتها وراها عندهم. قال لي المحقق واخا بقاي معايا وقولي لي شحال غيكون العدد ديالهم. قالت لي ما عرفتش، راه كاين ظلام، انا وراجلي كنا ناعسين حتى دخلوا علينا وبداو كيضربوا فينا باللايزر والبيلات وطلبوا منا باش نعسوا على كرشنا. مازال ما كملتش هضرتها حتى بدا كيتسمع الغوات ديال راجلها وهو كيقول لها راه هرب راه هرب. المهم في البلاصه غادي يمشي عندهم واحد الرقيب من قسم شرطه دوبلن. منين وصل لقى راجل السيده حاط واحد الخرق على وجهه حيت كان كله دم، والحمد لله بنته كانت معاه وكانت بخير. قال لي راه داك المجرم يلا هرب من الباب اللوراني وراه كان لابس لك حل. هي هذيك مشى داك الرقيب كيقلب مورا الدار وغادي يلقى تما سماطي ديال البلاستيك باش كيشدوا عاده الخيوطه ديال الويفي، ولقى بزاف ديال السكوتش كحل. غادي يجمعوا دوك الادله كاملين وجابوا واحد الكلب باش يتعقب الاثر ديال داك المشتبه به، ولكن ديك المنطقه كانت كبيره بزاف وكانت كلها عباره على حقول زراعيه، الحاجه اللي غتصعب عليهم المهمه. البوليس كانوا حيرين وكيتسائلوا شكون اللي غيكون هاد خونا وعلاش دار هادشي وعلاش اختار ديك البلاصه بالضبط. البنت اللي حاول يخطفها داك المجرم غادي تمشي عند داك العميل وقالت ليه راه لقيت واحد التليفون فوق الطابل دو نوي ديالي، واقيلا راه ديال خونا غيكون طاح لي منين بغى يهرب. باش تلقى التليفون ديال المشتبه به
صافي راك بحال شديتي. هي هذيك الملازم غادي يتصل بواحد النمره كانت في التليفون وغادي تجاوبو واحد السيده قال لها اهلا لالا، بغيت نسولك عافاك واش عارفه ديال من هذا الرقم باش صونيت ليك. قالت لي اه عارفه، هذا الرقم ديال ولدي ماثيو، وعطاتو حتى الكنيه ماثيو مولر. بالزربه غادي يقلب عليه في السيستم ولقاه جندي بحري سابق وخرج كليه الحقوق من جامعه هارفارد، ولقى عنده بزاف ديال السوابق اغلبيه اعتداءات وتحرش. البوليس غيشكوا باللي هاد ماثيو في هذيك الليله كان ناوي يكتف الوالدين وتعدى على بنتهم اللي عندها 22 عام، ولكن باها قاومه وقدر يعتق بنته. نرجعوا لابيل اللي دارت بين الملازم والام ديال هاد ماثيو. فواحد اللحظه قال الله يخليك راه لقيت تليفونه بغيت نردوا ليه، واش عارفه فين كيسكن؟ قالت لي اه ولدي ساكن في واحد الكوخ في ساوت لايك تاهو. هاد ساوت لايك تاهو كتبعد على دبلن ب 225 كيلومتر ومعروفه عليها بلاصه سياحيه كيدوزو فيها الناس العطل ديالهم. هي هذيك البوليس غيوجدوا راسهم وغادي يشدوا الطريق لتما قبل ما يغيرها ماثيو لشي بلاصه اخرى. وحده من البوليس اللي غادي يمشيو هي واحد الرقيبه سميتها ميستي، كانت خدامه في البوست ديالها، حتى غادي يتصل بها الرقيب اللي خدام معاه وقال لها وجدي راسك راه غادي نمشيو لساوت لايك تاهو باش نعتقلوا واحد خينه اقتحم واحد الدار في دوبلين. ميستي غتقبل تشارك في هذه المهمه، كانت متحمسه حيت هذيك غتكون اول قضيه عندها من بعد ما ولات محققه. ايوا منين قربوا الكوخ ميستي غتكون متوتره وكتكون مع راسها غير شنو غيوقع، واش غيكون داير لينا شي فخ، واش عنده شي سلاح. المهم السيده كانت خايفه بحكم ان هذه اول تجربه ليها. البوليس غادي يمشيو بشويه عليهم باش ما يديروا حتى صداع ويدخلوا عليه على غفله ويفاجئوه. فعلا غادي يهرسوا الباب ومن زهرهم لقاو ماثيو تما اللي كان مكالمي وما دار حتى شي ردات فعل ملي دخلوا عليه، تقول كان كيتسناهم. من بعد ما مونطوه قالت لي المحققه ميستي تسنى نضرب لك شي تصاورات وغضرب لي التصاور اللي كتشوفوا دابا. الدار ولا الكوخ ديال ماثيو كان مرون وعاطيه منه ريحه خايبه. منين بداو البوليس كيقلبوا فيه لقاو بزاف ديال الحوايج اللي كتربطوا بالجريمه اللي كيحقوا فيها. لقاو بزاف ديال السماط ديال البلاستيك، بزاف ديال السكوتش، بحال اللي لقاو في الدار اللي اقتحم في دوبلن، ولقاو حتى كوابس ديال ميكا يعني ماشي حقيقيين غير بلاستيك، وواحد فيهم كان لاصق فيه واحد الليزر. المحققه ميستي غادي تلاحظ باللي الشراجم اللي في الكوخ كلهم مسدودين ومغطين مزيان، وهنا شكات باللي القضيه غتكون كبر من داكشي اللي كيظنوه، والكوخ غالبا كانوا كيوقعوا فيه شي حوايج اللي ما هماش. من بعد غادي تدخل بيت النعاس ديال ماثيو وغتلقى حتى هو مرون ومسخ، الوراق ديال التواليت حاشاكم مزلعين فوق الناموسيه، هادشي خلاها تزيد تاكد باللي وقعوا حوايج خايبين تماك. ندوزو للحمام اللي حتى هو بلا ما نحتاج نقول لكم باللي كان مرون مسخ، زيد عليها لقاو فيه قرعه ديال واحد المهدي وبرا. وبرا ديال الدار لقاو طوموبيل بيضاء من نوع ماستانغ مسروقه، ووسطها لقاو لاكارت ناسيونال ديال ماثيو. تخيلوا معايا راه هاد المحققين ما كانوش عارفين نهائيا بالقضيه ديال ارونو دينيس والاقتحام اللي وقع للدار ديالهم والاختطاف ديال دينيس، حيت هاد المحققين كاينين في دوبلين وارونو دينيس كاينين في فاليهو. المهم نرجعوا للطوموبيل المسروقه اللي لقاو قدام دارو. منين حلوا الكوفر ديالها لقاو واحد الصاك كبير وباين بحاله وسطو بنادم. منين فتحوه لقاو فيه مونيكا جنسيه ملبسها الكحل بحال كان باغي يوهم شي واحد بلي هذاك الانسان اللي وسطك الصاك. المهم غادي يلقاو حتى واحد الصمطه ديال النايلون وواحد النظاظر ديال العمال العدسات ديالها مغطين بالسكوتش. المحققه ميستي غادي تلاحظ باللي النظاظر لاصقه فيهم واحد الزغبه زاهره، وهنا كان غيسكت ليها القلب وقالت صافي غيكون خطف شي وحده ويعلم الله شنو دار فيها. ميستي ضرها راسها وبغات تعرف شكون ديك البنت واش غتكون باقا حيه ولا لا، وقررت باللي ضروري خاصها توصل ليها وتعرف شكون هي. غادي نخرجوا دابا من دوبلين وغادي نرجعوا لفاليهو عند ارون ودينيس. في هذا الوقت هاد الجوج ولاو عايشين مره مع والديهم مره مع صحابهم، حيت كانوا خايفين من دوك المختطفين اللي مازال ما تشدوش. ومن جهه اخرى كانوا مخلوعين يتحكم عليهم بالحبس واخا هما مساكن ما داروا والو ومجرد ضحايا. تخيلوا معايا ولاو فين ما حلوا فيسبوك ديالهم كيلقاو الناس مصيفطين لهم المئات ديال الميساجات، ما كاين غير تخسر الهضره ويا الفاعلين يا التاركين، لدرجه كاين اللي تمنى لهم الموت. ارون حتى من الخدمه ما بقاش كيمشي ليها حيت ولا في نظر صحابو المدير ديالهم مجرد مخادع وكذاب. الوحيدين اللي تاقوا فيهم هما المحامين ديالهم اللي كانوا كيديروا ما في جهدهم باش يقنعوا البوليس والاف بي اي باللي هما بريئين وخاصهم يقلبوا على المجرمين الحقيقيين. المهم غدوز تقريبا شهر والبوليس باقيين كيحقوا غير مع ارون ودينيس، حتى لواحد النهار هاد الجوج غيكتشفوا بالصدفه باللي عامل الاف بي اي المسؤول على القضيه ديفيد سيسما واللي ما بغاش يثيق بدينيس وكان قال له باللي عنده بزاف ديال التناقضات في القصه ديالها، اكتشفوا باللي راه داخل في علاقه مع اندريا خطيبه ارون الاولى. وهنا بداو كيفهموا علاش حتى
حتى واحد ما بغى يطيقهم وكلشي جاي ضدهم لان العميل الفيدرالي المسؤول على القضيه ديالهم ما كانش كابابل باش يتبنى القضيه لانه ما كانش محايد. المحامي ديال ارون غيصيفط ميساج لمكتب المدعي العام فين عاود ليه هادشي كله وتشكى ليه من هاد العميل سيسما. غادي يجاوبو المدعي العام على الرساله ديالو وقال ليه باللي السلطات المعنيه دارت البحث ديالو ولقات باللي العميل سيسما مزيان وما كاين حتى شي مشكل في السلوك ديالو. ارون ودينيس ما بقوش عارفين شنو غيديروا، واش غيبقاو مخبين حياتهم كامله ولا شنو غيديروا. نرجعوا دابا لدبلن عند المحققه ماستي اللي غيكون عندها دور كبير في القضيه. هي كانت مختلفه عن المحققين اللي تعاملوا مع ارون ودينيس، هي كانت انسانه قبل ما تكون بوليسيه. السبب الرئيسي اللي خلاها تدخل البوليس هو ان واحد صاحبتها كانت عزيزه عليها تعرضت للاعتداء وهذا الشيء دمرها في حياتها. داك الشيء علاش قررت تدخل دومين الشرطه وتاخذ الحق ديال الضحايا وتحقق العداله. المهم ماستي كانت مصره حتى تلقى هاد مولات الزغبه الزعره اللي ممكن يكون تعدى عليها ماثيو، ولا تخدم ليل ونهار في مركز الشرطه وحتى في الدار. المهم خاصها تعرف شكون هذيك البنت واشنو وقع عليها، واش بقى حيه ولا ميته. واحد النهار غادي تبدا تقلب في السوابق ديال ماثيو، واول وحده طاحت قدامها هي واحد القضيه ديال الاقتحام وقعت في 2009 في بالو التو اللي كتبعد على دوبلين ب 64 كيلومتر. فين ماثيو غيدخل على واحد السيده 30 هي للدار ديالها مع 33 ديال الصباح، قفزها من النعاسه وبزز عليها تشرب واحد المهدئ، من بعد ربطها وغطى ليها عينيها وقال ليها انا جيت لهنا باش نتعدى عليك. السيده مسكينه بدات كتزاوق فيه وتعاود وقالت لي عافاك انا راه ديجا تعرضت لاعتداء من قبل، ما بغيتش نعاود ندوز من نفس التجربه. وهنا سبحان الله ماثيو غتنزل في قلبه الرحمه وغيخليها في حاله ما قاسهاش. من بعد شي ايامات على هادشي واحد الضابط غيحصل ماثيو كينقص بين واحد الشجرات قريب من الدار فين وقع هادشي، ومن تما ولا هو المشتبه به الرئيسي، ولكن ما قدروا يثبتوا عليه والو حيت ما لقاو في الدار ديال السيده حتى شي حاجه اللي كتربطوا بالقضيه، لا حمض نووي لا بصمات لا والو، والقضيه كانت مازال مفتوحه. المحققه ماستي غادي تلاحظ بلي هاد القضيه كتشبه بزاف القضيه اللي وقعت في دوبلين فين نسى ماثيو تليفونه. غير هاد القضيه ديال هاد السيده الثلاثينيه ما تذكروش فيها النظاضر ديال العمال نهائيا، يعني حاجه مستبعده انها تكون هي مولات الزغبه. هنا المحققه ماستي غادي تبدا تقلب في جهه اخرى وغادي تسمع بواحد القضيه وقعات حتى هي في 2009 في واحد البلاصه اخرى كتبعد على بالتو التو غير 3 كيلومتر. شنو وقع في هذه القضيه؟ انا غادي نعاود لكم. في 2009 واحد السيده سميتها تريسي حتى هي في الثلاثينات كانت عايشه بوحدها. واحد النهار غادي تضربها الفيقه مع جويه 5 ديال الصباح، شافت في الساعه وقالت الحمد لله باقي الحال فين نزيد نعس شويه. يلا حطت راسها غادي نقص فوق منه واحد السيد وحط ثقلو كامل عليها. تريسي خافت وبدات كتغوت، وهنا داك السيد دوا معاها بسميتها قال لها تريسي تريسي صافي صافي تهدني. مني ما بغاش تسكت قال لها عرفتي شنو، الا ما سكتيش غادي نخلقك بيديا حتى تطلع روحك. طبعاً الحال هي غير سمعت هادشي سكتات وما بقاتش كتقاومه بالمره. المهم غيدير خدمته وغادي يسد ليه يديه بدوك السماط ديال البلاستيك اللي قلنا كيربطوا بهم الخيوطه ديال الويفي، ومن بعد شربه واحد السيرو ديال النعاس، من بعد غطى ليه عينيه بالنظاظر ديال العمال العدسات ديالهم مغطين بالسكوتش. غير من هاد التفاصيل اللي عاودت لكم غتكونوا عرفتوا باللي ماثيو هو مولاها. المهم غيقول لها تريسي للاسف عندي لك واحد الخبر خايبه، انا مضطر باش نتعدى عليك. تريسي من سمعت هادشي الدم غادي يجمد ليها في عروقها، بدات كترغب وتزوق فيه وقالت لي عافاك انت ماشي مضطر دير هادشي، عافاك ما دير ليا والو نعطيك اللي بغيتي غير ما تقيسنيش. ماثيو غادي يتاثر بالرغيب والمزوقه ديالها وبقى كيفكر واحد شويه وهو يتنهد وقال لها ما نقدرش ندير هادشي. قال لها سمحي لي هادشي اللي دوزت عليك غادي يخليك تعاني واحد المده، وعرفتي شنو من الاحسن حاولي تربي شي كلب في الدار راكي عايشه بوحدك وغتكوني هدف سهل لاي واحد. يعني السيد نصحها قبل ما يخرج. ماثيو داك النهار في لحظه غير رايه وبان بحال شي رجل صالح، وفوق من هذا الشيء عطاها الحل باش ما تعاودش تطيح في نفس المشكله مستقبلا. المهم نوصل البوليس وعاودت لهم تريسي داك الشيء اللي وقع عليها، تصدموا لدرجه واحد فيهم قال لها واش زعما ما تكونيش غير كنتي كتحلمي. وهنا تريسي وراتو يديها اللي كانوا باقين فيهم الاثار ديال داك الشيء باش ربطها وقالت ليها انت شوف واش حلم هادي ولا بصح. البوليس ديك الساعه غادي يستجيبوا الحبيب ديالها وسولوه واش تريسي مرا اللي كيعجبها تجذب الانتباه ديال الناس، واش كانت كتميل للكذوب واختلاق القصص، واش متيق بلي داكشي وقع لها بصح، واسئله بحال هكا اللي كيبينوا بلي كاع ما تاقوا بها نهائيا. تريسي غادي يبقى فيها الحال بزاف حيت ما تاقوش بها وما خطوش القضيه ديالها على محمل الجد. وهادشي كامل اللي عاودت لكم دابا اكتشفته المحققه ميستي وهي كتقلب على مولات الزغبه الزعره، وللاسف للمره الثانيه غيخيب الامل ديالها حيت غتلاحظ بلي الشعر ديال تريسي بني
فهمني يعني ماشي هي الضحية علاش كتقلب. المهم بقات مقاتله وحالفه حتى تلقى هاد مولات الزغبه الزعراء. هاد المره غادي تركز على الطوموبيل ماستانغ المسروقه اللي لقاو قدام دار ماثيو. من خلال البحث ديالها عرفت بلي الطوموبيل تسرقات من قبل 7 شهور في مدينه فاليهو. ميستي غادي تتصل بالطوموبيل اللي مسجله بسميتو وقالت لي السلام سيدي، راه عندنا الطوموبيل ماستانغ اللي تسرقت ليك. داك السيد غادي قاطع هضرته وقال لها واش سمعتي بمرعب جزيره مار؟ قالت لي ما فهمتك، شكون هو هذا المرعب وفين جات بعدا هاد جزيره مار؟ هاد جزيره مار سيدي جات حدا فاليهو وكتربطهم واحد القنطره صغيره. جزيره مار بلاصه كالم هادئه. في 2014 الطلبه اللي ساكنين تما بداو كيوقعوا لهم شي حوايج ماشي تاليه. كل مره واحد الراجل كيبدا يطلع عليهم من الشراجم ديالهم وكيصورهم وكيهرب. كان كل نهار كيدير نفس الفعله وكيهرب. الطلبه عياو ما يديكلاريو بيه ولكن البوليس ما داروا والو. هادشي اللي غيخليهم يبداو البحث ديالهم ويجيبوا حقهم بيديهم. المهم واحد جوج طلبه غادي يحصلوا داك الراجل اللي كيصور وغيتبعوه حتى عرفوا دارو فين جات واللي كانت في جزيره مار نيت. دوك جوج طلبه غيبحثوا مزيان على هاد الراجل وغيكتشفوا بلي هو جندي سابق ومحامي، وبطبيعه الحال غتكونوا عرفتوا عاوتاني اييه سي ماثيو مول الفضيح. وحتى المحققه ماستي غادي تكتشف بلي هو المرعب ديال جزيره مار. المهم الطلبه مشاو عاد تاني عند البوليس وهاد المره قالوا ليهم حتى شكون مول الفعله. فعلا البوليس غادي يتحركوا وغيفتحوا تحقيق ولكن دغيا حبسوه بلا حتى سبب وخلوا ماثيو كيعيش حياته عادي. دابا اللي كيهمنا ان الراجل اللي دوات معاه ماستي في التليفون عاود قال ليها بلي في مارس عام 2005 حبسات القضيه ديال مرعب جزيره مار وفي البلاصه بانت قضيه جون جير، وقال لها عندك تقولي لي ما عرفتيهاش حتى هي. قالت ليه ماستي اه بصح ما عرفتهاش وما عندي حتى شي فكره علاش راك داوي. هذيك الساعه في البلاصه دخلت لجوجل وكتبات قضيه كون جيرل اللي وقعت في فاليهو، وتما غادي تصدم من كميه المقالات والفيديوهات اللي داروا على هذه القضيه لدرجه ما فهماتش كيفاش كاع ما ساقتش لها اخبار من وقعات حيت القضيه دارت بوم في وقتها. ميستي غادي تكتشف من المقالات والفيديوهات بلي هاد البنت الملقبه بكون جير واللي هي دينيس اللي كنعرفو حنا كانت ساكنه في نفس الجزيره اللي كان كيدير فيها ماطيو دوك الفعيل مع الطلبه ومن تما تخطفات. وهاد الجزيره كاينه في فاليهو، وعرفت بلي القضيه كان فيها السكوتش ونظر ديال العمان والسماطي باش كان كيشد الخيوطه ديال الويفي، يعني نفس الادوات اللي لقاو في الكوخ ديال ماطيو. ميستي قلبها بدا كيضرب بالجهد منين بدات كتربط بين هاد الاحداث وتوصلت لواحد النتيجه واللي هي ان اللي تعدى على هاد البنت الملقبه بكون جير هو ماطيو اللي راهم دينو، والزغبه الزعراء اللي لقات في النظر ديال العمان كانت ديالها. كثرت ما تعلقات ميستي بهذه القضيه وبمولات الزغبه الزعراء ما كرهاتش تدخل من البيسي ديالها وتعنق دينيس وتقول لها ما تخافيش انا معاك، حيت شافت كميه الانتقادات اللي توجهوا لها هي وارون وزيد على القضيه ديالهم اللي كانت كتسناهم في المحكمه. المهم في البلاصه غادي تتصل بقسم الشرطه فاليهو باش تقول لهم بلي صافي حلات القضيه ولكن حتى شي واحد ما غادي يجاوبها. تخيلوا معايا قسم ديال الشرطه على قدو وحتى واحد ما جاوبها. ميستي ما غاديش تفقد الامل وبدات كتصوني وتعاود كتصوني وتعاود، بقات يوميا هكذا حتى لواحد النهار غادي جاوبها واحد المحقق. ولكن منين عرفها مصوني على قبل قضيه كونكر قال لها هذه القضيه ما بقيناش مكلفين بها راه تصيفطات للاف بي اي، حاولي تواصلي معاهم. قالت لي واخا واعطيني نمرتهم باش نتواصل معاهم. قال لها واخا مرحبا، عطاها نمرة العميل ديفيد سيسما اللي باقين تعقلوا عليه، دار علاقه مع اندريا خطيبه ارون القديمه. المهم ميستي غادي تتصل بيه وقالت ليه راه عندنا واحد المشتبه به احتمال كبير يكون هو اللي اختطف دينيس هوسكينز. قالت ليه كعتبرتوا القضيه مجرد خدعه وانا جبت لكم المجرم. قال لها ديفيد سيسما ما قلناش ابدا ان القضيه خدعه، شو دابا ولا كيبدل في الهضره؟ قالت لي المهم المشتبه به راه عندي كنظن غادي تكون باغي تستجوبوا، تصوروا معايا بالجوبه. قال لها اه صافي صيفط لي المعلومات اللي عندك وحنا غادي نشوفوا. قالت لي ميستي مع راسها صافي هادشي علاش قدرك الله اودي على الاف بي اي. المهم من مورا هادشي بشي ايامات البوليس ديال دبلن ومعاهم ميستي غادي يديروا اجتماع مع الاف بي اي اللي ما صالحين لوالو، وراهم كاع الادله اللي جمعوا السماطي ديال البلاستيك والسكوتش وكلشي، ولكن اللي غادي يثير اهتمام الاف بي اي هو الفردي ديال ميكا اللي كان لاصق فيه الليزر واللي لقاوه في الكوخ ديال ماثيو. غير شافوه وقالوا لهم هذا هو نفس الفردي اللي صيفطوه المختطفين في ايميل واحد الصحفي في صحيفه سان فرانسيسكو، وهنا بطبيعه الحال كيهضروا على الصحفي ديالنا هنري. وحتى منين شافوا النظر ديال العمان والزغبه اللي كانت لاصقه فيه تفاجؤوا بزاف وحسوا باللي كانوا غالطين ودارت لهم اكبر شمس العشيه وباللي خاصهم يحقوا بالمعقول في القضيه ديال دينيس وارون. في هذا الوقت المدعي العام الامريكي غادي يتصل بالمحامي ديال دينيس وقال لي واقيلا حلينا القضيه. في هذه اللحظه راه حنا محتاجين واحد السيد وراه كاين واحد الدليل كيربطوا بالجريمه اللي دارت في حق ارون ودينيس. المحامي ما غادي تقدوا فرحه في هذه اللحظه، دازوا غير ساعات قلال والخبر غادي تنفجر في القنوات كاملين. كلشي ولا كيقول باللي دينيس وارون غير مظلومين وباللي من الاول كانوا كيقولوا غير الحقيقه والمجرم الحقيقي راه تشد، وبداو كينشروا تصويرات ماثيو وكيعطيو معلومات عليه
بحال مثلا انه تخرج من كليه الحقوق في جامعه هارفارد عام 2006، من موراها ولا مساعد ابحاث في الجامعه مده 3 سنين، من بعد خدم كمحامي هجره في سان فرانسيسكو ولكن من بعد تلغات الرخصه ديالو، غالبا غيكون دار شي زبله من زبايلو. دينيس ملي شافت وجهه في التلفازه بدات كترعد وكرشه بدات كضرها. السيد اللي اختطفها وتعدى عليها واللي ما كتعرفش الشكل ديالو دابا ولات كتشوفو في التلفازه. واحد القناه غادي تدوز واحد اللقطه قديمه ديال ماتيو من يامات كان محامي، هو كيعطي واحد التصريح لواحد الصحيفه. دينيس غير شافت الفيديو تاكدت بلي هو 100%، الصوت ديالو والريتم اللي كيدوي بيه هو نفسه. دينيس تعصبات لواحد الدرجه ما تصوروهاش، ما كرهاتش تمشي عند البوليس والاف بي اي وتقول لهم شفتوا ها هو قدامكم، ياك ما كنتش كنكذب، ياك كنت كنقول غير الصراحه، علاش ما سمعتوش ليا؟ علاش ما ديتوهاش في هضرتنا وما خديتوهاش على محمل الجد؟ المهم من بعد الاعتقال ديال المجرم ماثيو مولر، محامي ديال دينيس كان كيتسنى حاجه واحده وهي الاقرار الخطي اللي كيخرج من بعد ما كتحل القضيه. هذا الاقرار الخطي هو واحد الوثيقه كتجي من عند البوليس والاف بي اي وكاع اللي خدموا على القضيه، فين كيوضحوا التفاصيل ديال التحقيق وكيديروا كل شيء من البدايه حتى النهايه. محامي دوغ ملي قرا الاقرار الخطي لاحظ باللي البوليس ما داروا تقريبا حتى شي حاجه، تقريبا صفر تحقيق. الحاجه الوحيده اللي ركزوا عليها هي تلفيق التهمه لارون ودينيس. هذا الاقرار الخطي كانوا فيه حوايج اخرين غادي يصدموكم، مثلا كان مكتوب فيه باللي اختبار الكذب اللي داروا لارون النتائج ديالو كانوا ما معروفينش، ولا عقلتو داك العميل كان قال لارون باللي فشل في الاختبار يعني كذب عليه غير باش يضغط عليه اكثر ويخليه يعترف بشي حاجه اللي اصلا ما دارهاش. حاجه اخرى كانت مكتوبه في الاقرار الخطي وهي انه ما كاين حتى دليل مادي على ان دينيس مارست علاقه بزز منها، يعني ما تعدى عليها حتى واحد، واخا السيده مسكينه دارت الاختبار وطلع باللي بصح تعرضت لاعتداء. ندوزو لاخر حاجه كانت مكتوبه واللي غادي تفاجئكم ديال بصح، مكتوب باللي منين كان ارون في قسم الشرطه فاليهو قال لهم باللي دوك الخاطفين علموه باللي غادي يتصلوا به، والبوليس هنا شنو داروا؟ خداو لي التليفون وداروا ليه مود افيون يعني وضع الطائره وما حيدوها حتى لغد ليه في العشيه، وتم اكتشفوا باللي المختطفين اتصلوا جوج مرات، والمشكله ان هاد المكالمات كان من الممكن يتبعوها، وفعلا من بعد ما تشد ماطيو تحلات القضيه تبعوا دوك الاتصالات وداهم نيشان للدار فين كانت محبوسه دينيس، يعني كو كانوا باقين مراقبين تليفون ارون وتبعوا دوك المكالمات كانوا غادي يعتقوا دينيس قبل ما تعرض للاعتداء الثاني ديالها. تخيلوا معايا. المهم من مورا هادشي كامل الاف بي اي غادي يتصلوا بارون ودينيس وقالوا لهم بلي تاكدوا من ان مولر دار داكشي غير بوحدو وبلي ما غاديش يبحثوا على شي شريك ديالو حيت اصلا ما كاينش. ارون كيقول نتوما اللي اتهمتوني بلي قتل دينيس من بعد قلتوا بلي هادشي كله كان خدعه، دابا جايين كتقولوا لينا بلي السيد كان بوحدو واخا حنا متاكدين بلي كانوا مع ناس اخرين وغادي تخليهم يعيشوا حياتهم عادي حيت ما فيكم اللي يخدم ويحقق في هادشي. المهم المحامي ديال دينيس غادي يدير واحد مؤتمر صحفي فين عاود الناس والصحافه على المستجدات ديال القضيه وباللي غير كانوا ظالمين دوك جوج مساكن. دينيس وارون غادي يحضروا وغيبقوا واقفين موراه بحال كيقولوا الناس شفتوا ياك من الاول كنا كنقولوا لكم حنا مجرد ضحايا ولكن ما تقتلوش بينا ما رحمتوناش، من اليوم ما بقيناش غنتخباو وما عندنا اصلا علاش غنتخباو. ارون ودينيس ما قالوا والو شفاهين ولكن عينهم والتعابير ديالهم كانت كتقول كلشي. نرجعوا دابا لدوبلن عند المحققه ديالنا ميستي اللي حلات القضيه، كانت فرحانه بزاف حيت تبتات البراءه ديال دينيس وبرهنات الناس بلي ديك السيده ماشي كذابه. نمشيو دابا لشهر مارس عام 2017 فين غتكون المحاكمه ديال ماثيو اللي اعترف باللي هو اللي اقتحم دار ارون واختطف دينيس. هذه غتكون اول مره تلاقى دينيس مع داك المجرم فاس فاس. دينيس كتقول في الوقت اللي كان مختطفني كنت بالنسبه لي مجرد جسد كيدير فيه اللي بغى، كان ديما مغطي لي عينيه وعمري قدرت نشوفه وحتى هو عمره قدر يشوف ليا في عيني. هادشي خلى دينيس تقرر باش تمشي للمحكمه وتقف قدامه وتخلي يشوف ليا في عيني نيشان، وداكشي اللي غادي دير غدخلات مشات قصداتو نيشان وقالت لي ماثيو مولر احنا عاود تلاقينا فاس فاس، انا هي دينيس هوسكينز المراه اللي كانت مورا دوك النظاظر ديال العمان. المهم في هذاك النهار غادي تحكم على ماتيو 40 عام ديال الحبس بتهمه الاختطاف والسرقه والاعتداء. اما بالنسبه للقضايا الاخرين اللي وقعوا في المدن الاخرى اختلاس النظر والتصوير في جزيره مار ما اتهموهمش بهم. حاجه اخرى ماتيو ما بغاش يقول المحكمه علاش كان مستهدف اندريا خطيبه ارون الاولى وهي اللي كان ناوي يخطف، كيف قلت لكم حكموا عليه ب 40 عام و 31 عام اخرى على جوج تهم جات من بعد مع امكانيه اطلاق السراح المشروط في 2049. نسيت ما قلت لكمش انه في عام 2016 ارون ودينيس غادي يرفعوا دعوه على مدينه فاليهو وغادي يقاضيهم تهمة التشهير، ولكن للأسف حتى واحد من البوليس ديال فاليهو ما اتخذ ضده شي إجراء وخدك الشي كامل اللي دوزوه على دينيس وآرون. وخا هكذا دينيس وآرون غادي توصلوا معاهم لواحد الاتفاق برا المحكمة فين شدوا جوج المليارونز
في الاخر ديال العام 2017 المحققه ديالنا ماستير دي تواصل مع دينيس وارون وقالت لي موالو بغيت نشوفكم وندوي معكم شويه راكم تخاتوا لي القلبي. فعلا غادي نمشيو عند دوبلين. غير تلاقات دينيس وميستي بقاو معانقين واحد المده وهما كيبكيو في واحد الجو عامر بالمشاعر والعاطفه. دينيس غتقول لميستي من شحال هادي كنتمنى غير شي بوليس يكون بطل ويجري مورا الحقيقه والحمد لله انا لقيتك انتي هي البطله ديالنا. حيت فعلا كل ما كانش ميستي ما عرف شنو غيكون المصير ديالهم. دابا غادي ندوزو النهايه السعيده. دينيس وارون غادي يتزوجوا وغادي ينتقلوا للساحل باش يبداو حياه جديده. في مارس عام 2020 غتزاد عندهم البنت الاولى اوليفيا ومن موراها رزقهم الله بالبنت الثانيه نايومي. وهذه كانت هي اخر القصه. صراحه قليل فاش كتكون شي قصه فيها نهايه سعيده بحال هذه، ولكن الحمد لله ربي وقف معهم. شكرا، الله يوقف معكم حتى نتوما ويعطيكم منوات خاطركم. راكم عزاز بزاف. رمضان مبارك سعيد. السلام عليكم. Hello.